تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. 1-4 قوى تحكم قطر، في كام سلطة في قطر؟ أو السؤال، من الذي يحكم قطر؟ إذا كان السؤال كده، من الذي يحكم قطر؟ الإجابة من مجلة فورين بوليسي الأمريكية. فورين بوليسي بتقول في تقرير مهم ليها إنه الذي يحكم قطر ليس الشيخ تميم، وإنما يحكم قطر والده الشيخ حمد الثاني. ومن سنة 2013 لما الشيخ حمد ساب السلطة للشيخ تميم، وقطر لا يزال يحكمها الشيخ حمد الأب، وتميم مجرد واجهة. فورين بوليسي اتكلمت بعد كده على شخصية الشيخ حمد، فقال هو بيكره العرب وبيكره الإمارات والبحرين بشكل أخص، لكن كراهيته للسعودية أشد، وبالتالي بيحكمه هو كراهية العرب، كراهية الإمارات والبحرين، ثم الكراهية الشديدة جدا للمملكة العربية السعودية. ده في مقال مهم في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، من الذي يحكم قطر؟ الإجابة أنه الشيخ حمد وليس الشيخ تميم. ثم إن الشيخ حمد بهذا البغض وهذه الكراهية للمحيط الخليجي والعربي. إنما احنا لو فكرنا في إجابة أدق من إجابة فورين بوليسي، يمكن أن نقول إن في 4 قوى تحكم قطر. القوة الأولى هو الشيخ حمد وابنه الشيخ تميم، أو السلطة الرسمية في البلاد. القوة الثانية هي القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر. القاعدة العسكرية في العديد هي سلطة حقيقية في قطر، ولا يمكن لأحد أنه يتكلم عن قطر وأن يتجاهل سلطة قاعدة العديد الأمريكية. نمرة 3، القاعدة التركية على صغرها الشديد، ربما تكبر أكثر في المستقبل كقاعدة عسكرية أكبر في قطر، إنما النفوذ التركي موجود بقوة في قصر الحكم في قطر. نمرة 4، الوجود الإيراني، سواء عبر الحرس الثوري اللي موجود في قطر، أو عبر العلاقات الإيرانية القطرية السرية القوية للغاية. يبقى إذن في قوة رباعية بتحكم قطر، أو تحكم القرار القطري، في الشيخ حمد بالأساس طبقا لفورين بوليسي، القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد، النفوذ الإيراني، النفوذ التركي. دي الرباعية التي تحكم القرار في قطر. إنما قطر قدرت تعمل توازن كبير جدا في السنوات اللي فاتت، بين يكون لها علاقة بالجماعات المتطرفة، في نفس الوقت لها علاقة بإسرائيل وأمريكا، لها علاقة قوية بالجماعات السنية المتشددة، وعلاقة قوية أيضا بإيران والثورة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في نفس الوقت. لكن هل قطر هتقدر بهذا الحكم الرباعي، وربما تضاف إليه روسيا، يبقى حكم خماسي لقطر، تقدر قطر تمشي بهذه التركيبة الصعبة؟ ممكن يكون الموضوع في النهاية أشبه بمسلسل أرابيسك لأسامة أنور عكاشة، يتصدع هذا المنزل، لأنه صعب جدا أن قطر تعمل التوازنات دي لسنوات طويلة قادمة، فيمكن أن ينهار البيت القطري، لأنه السلطة والقرار في قطر لقوى متعددة ومتناقضة. 2، هل يدعم رجال الأعمال القطريون الأمير البديل؟ مصطلح الأمير البديل بنطلقه على بعض الناس اللي بيفكروا في خيارات بديلة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هل الحكومة تقدر تواجه الأزمة الاقتصادية؟ الإجابة غالبا نعم، رغم انخفاض الريال، ورغم المطار اللي بقى مطار أشباح، ورغم الحدود اللي بقت فاضية بين السعودية وقطر، ورغم المواد الغذائية اللي مش موجودة بكثافة داخل المتاجر القطرية، إلا إن كل ده له حل، لأن قطر دولة غنية، عندها غاز كتير، ثالث دولة في العالم، عندها أرصدة كبيرة تقدر تقترض في أي وقت، عندها وجود مالي قوي في شركات كتيرة ودول كتيرة حول العالم. إنما المشكلة هي خاصة برجال الأعمال القطريين، القطاع الخاص القطري. هل رجال الأعمال القطريين
هيسند الشيخ تميم الى النهايه؟ الاجابه من محطه سي ان ان، خبير اتكلم لسي ان ان وقال انه مش الى النهايه، ان في حدود لدعم رجال الاعمال القطريين للنظام القطري، وان هذه الحدود بيحكمها ما يلي: ان بدات خسائر رجال الاعمال القطريين، نمره 2، رجال الاعمال مش الدوله فعندهم مصالح، لو مصالحهم تضررت اكتر من كده هياخدوا موقف في مواجهه السلطه والشيخ تميم والشيخ حمد. ايضا استثمارات كتيره جدا لرجال الاعمال القطريين في مصر، في السعوديه، في الامارات، وبالتالي هيتضرروا ضرر كبير جدا اذا استمرت الازمه العربيه القطريه. في هذه الحاله ممكن يصمدوا في دعم الشيخ تميم والشيخ حمد، لكن الى حدود ان ربما فيما بعد يبحثوا عن امير بديل او سلطه بديله من داخل آل ثاني، من داخل البيت القطري الحاكم، لان هم هيخسروا كتير جدا اقتصاديا ويخسروا ماليا واستثماراتهم تتراجع كتير جدا، وبالتالي قد يفكر رجال الاعمال القطريين في امير بديل اذا استمرت خسائر رجال الاعمال او وصلت الى مستوى لا يحتمل. 3، نبأ عظيم للأمة الإسلامية، نهاية حركة بوكو حرام. حركة أو جماعة بوكو حرام المتخلفة اللي موجودة في دولة نيجيريا، اللي العالم كله عرفها لما هم خطفوا 200 فتاة أغلبهم من المسلمات وباعوهم في سوق النخاسة وعرضوا أسعارهم للبيع في مشهد مشين. لو أعداء الإسلام دفعوا أرقام خرافية علشان يسيئوا للإسلام ما كانوش هيسيئوا زي اللي عملته جماعة بوكو حرام في نيجيريا. من نيجيريا فيها عشرات الملايين من المسلمين، عدد المسلمين كبير جدا في نيجيريا، نص الدولة من المسلمين وهي أكبر دولة في إفريقيا. المشهد بتاع 200 طالبة أو 200 فتاة ومشاهد أخرى كتيرة جدا أظهرت الإسلام في إفريقيا رغم تمدده وقوة الإسلام ومكانته الكبيرة تاريخيا ومكانته الأخلاقية، إنما هذه الحركة الإجرامية أظهرته بما لا يناسب هذا الدين العظيم. حركة بوكو حرام أو جماعة بوكو حرام تم القضاء عليها، جيش نيجيريا أعلن رسميا القضاء نهائيا على جماعة بوكو حرام في ولاية برنو اللي هي شمال شرق دولة نيجيريا. لكن طبعا في خسائر كتيرة حصلت قبل كده، بنتكلم على 20,000 قتيل أغلبهم من المسلمين. ده مش معناه إن القتلى من غير المسلمين مش مهمين، إنما ده بأكد على إنه الجماعة اللي بتقول إنها إسلامية قتلت آلاف المسلمين بحجة إقامة الإسلام. فعشرين ألف قتيل في سنوات قليلة جدا نتائج جرائم هذه الجماعة بوكو حرام في نيجيريا. الأمر الثاني، 2 مليون مشرد نتيجة هذه الجماعة، والناس اللي بيتشردوا دول مش بيروحوا يقعدوا في فندق 5 نجوم ولا بيقعدوا في كومباوند فاخر، إنما المشردين ده معناهم إن الناس كان عندهم بيوت بقوا بلا بيوت، كان عندهم أهل بقوا بلا أهل، كان عندهم جيران كل واحد راح في حتة. فالناس اللي عندها منازل أو مزارع أو مواشي أو أي رأس مال كله انتهى. 2 مليون إنسان كلهم من المسلمين تقريبا تركوا ديارهم وأخرجوا من ديارهم علشان هذه الجماعة الإرهابية، جماعة بوكو حرام. إذا نبأ عظيم للأمة الإسلامية إن جماعة بوكو حرام تنتهي، ونتمنى فعلا إن يكون بيان الجيش دقيق وصحيح في نيجيريا، وإن الناس اللي سلموا نفسهم من الجماعة واللي استسلموا في الجماعة من قيادات وصفوف وسيطة ومن القاعدة الخاصة بهذه الجماعة، إن ده يكون كلام دقيق تماما، لأن ده قطعا هيكون شيء عظيم لمصلحة الإسلام كدين ولمصلحة المسلمين كأمة أن يتخلصوا من هذه الجماعة الكارثية، جماعة بوكو حرام. 4، لولا مشروع مارشال لسيطر الاتحاد السوفيتي حتى لندن. الحرب العالمية الثانية كانت حرب كبيرة جدا، هي الأكبر والأخطر في التاريخ الإنساني كله.
الحرب دي قعدت 50,000 ساعة، كل ساعة قتلى بلا حساب. القتلى في النهاية يصلوا إلى 70 مليون قتيل. الاتحاد السوفيتي اتكلمنا قبل كده 29 مليون قتيل. ألمانيا 9 مليون قتيل. ألمانيا غزت الاتحاد السوفيتي أيام هتلر، الاتحاد السوفيتي أيام ستالين وقف قدام هتلر والقوات الألمانية النازية، ونجح السوفيت بقيادة ستالين إن هم يهزموا الألمان بقيادة هتلر. لكن هذا الفوز في النهاية 29 مليون قتيل هنا و9 مليون قتيل في ألمانيا. نيجي بقى على ألمانيا اللي فيها 9 مليون قتيل مدنيين وعسكريين، 6 مليون من العسكريين 3 مليون من المدنيين. 9 مليون قتيل في ألمانيا، خراب تام في ألمانيا، تقسيم ألمانيا إلى دولتين، تقسيم العاصمة برلين إلى 4 مناطق، وبالتالي انهارت ألمانيا تماما. لكن أمريكا اللي قسمت ألمانيا ودمرت ألمانيا في نهاية هذه الحرب وسحقت ألمانيا في هذه الحرب، أمريكا بعد كده بشوية بدأت هي تدعم ألمانيا، وعملت مشروع مارشال اللي هو دعم مالي كبير جدا واستثمارات اقتصادية خرافية في ألمانيا. السؤال، ليه أمريكا كانت مع الاتحاد السوفيتي في هزيمة وسحق ألمانيا، وبعد كده أمريكا هي اللي دعمت ألمانيا وقفت مع ألمانيا لغاية ما ألمانيا بقت دولة قوية؟ الإجابة إن ألمانيا كانت هتكون كلها شيوعية. الاتحاد السوفيتي طالع قوي جدا، منتصر، ستالين في زهوه الشديد، بالتالي السوفييت هينشروا الشيوعية في كل أوروبا، والشيوعية كان ستصل إلى لندن. كان كل أوروبا، إيطاليا بفرنسا بألمانيا حتى بريطانيا، هتبقى أوروبا بالكامل منطقة شيوعية تحت النفوذ السوفيتي. الأمريكان عمليين، شكرا هتلر، خلصنا الحرب العالمية، هزمنا هتلر، قسمنا ألمانيا، دلوقتي مصلحتنا ألمانيا تبقى قوية في مواجهة الاتحاد السوفيتي. ففورا غيروا الاستراتيجية وقفوا مع ألمانيا، فدوم أموال كتيرة جدا، وكمان سمحوا لناس كتير تروح تشتغل في ألمانيا لإعادة بناء ألمانيا التي تم تدميرها في الحرب العالمية الثانية. مؤرخين بيقولوا إن الموجات الأولى من الناس العمال اللي راحوا يشتغلوا في ألمانيا ما كانوش بيعرفوا ولا كلمة ألماني، وبعضهم ولا كلمة ألماني ولا كلمة إنجليزي ولا أي كلمة ممكن يصلوا بيها في أي حوار أو نقاش مع الألمان، وبعضهم كان مثلا يروح يشتري فرخة من أي سوبر ماركت كان بيضطر يقلد صوت الفرخة علشان خاطر يفهم البائع الألماني إن هو عايز يشتري إيه. فبنتكلم على ناس راحوا بلا أي لغة من أجل إنقاذ ألمانيا أو إعادة إعمار أو إعادة بناء ألمانيا. هنا درس في الاستراتيجية، إن أمريكا اللي ضد هتلر خافت إن ألمانيا بعد الهزيمة تكون مجال لسيطرة الاتحاد السوفيتي والشيوعية على كل أوروبا، فأمريكا اللي حاربت ألمانيا وسحقتها في الحرب العالمية الثانية هي اللي ساعدتها بعد الحرب العالمية الثانية. الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي له تفسير دقيق يذهب إلى ما ذهبنا إليه، بيقول كان المشروع اللي هو مارشال بسبب خوف أمريكا من سقوط الاقتصاد الخاص بأوروبا الشرقية تحت وطأة الشيوعية. يبقى تفسير جارودي إن أمريكا وقفت مع ألمانيا بعد الحرب رغم وقوفها ضد ألمانيا في الحرب خوفا من شيوعية كل أوروبا، وحتى لا يتمدد الاتحاد السوفيتي حتى العاصمة البريطانية لندن. 5، نهر الكفرة، جديد المياه والنفط في مصر. العلماء لما درسوا كوكب الأرض ودرسوا الكرة الأرضية والقشرة التحتية لغاية ما قدروا يتوصلوا إلى أعماق الأرض، العلماء أعلنوا مؤخرا في 2017 إن في كمية مياه موجودة داخل الأرض، يعني في بطن الأرض تحت القشرة الأرضية، تعادل كمية المياه اللي موجودة في المحيطات. وده بيفسر ليه المحيطات بكل هذه الكمية من المياه طوال ملايين السنين
واستمرت بهذا الحجم. تفسير العلماء ان قد المحيطات دي في محيطات موجودة في جوف الارض جوه الكرة الارضية، وانه هذه المية لو خرجت الى السطح لغرق كوكب الارض بكامله ما عدا بعض قمم الجبال القليلة. جزء من المياه اللي موجودة في باطن الارض مياه عذبة يمكن الوصول اليها. عالمة مصرية طبقا لموقع روسيا اليوم دكتورة إيمان غنيم اتكلمت النهاردة في مؤتمر علمي في القاهرة، وقالت إنه في نهر سماته نهر الكفرة، هذا النهر هو مياه عذبة كميات كبيرة جدا جدا. دكتورة إيمان عايشة في كارولينا الشمالية بتقول إن مساحة هذا النهر ضعف كارولينا الشمالية. النهر ده جاي منين؟ من السودان وتشاد، رايح فين؟ شمالا على ليبيا ومصر. هذا النهر كميات هائلة من المياه تكفي 150 سنة. هذا النهر ممكن يروي أجزاء كبيرة جدا من الصحراء الغربية المصرية. النهر ده هو اللي اتاخد منه طبقا للباحثة النهر أو النهر الصناعي العظيم اللي عمله الرئيس القذافي في ليبيا قبل سنوات. الباحثة بتقول إن هي قدمت 180 صورة رادارية لهذا النهر، وإنه هذا النهر فيه من المياه ما يكفي لنهضة زراعية وصناعية كبيرة. والأخطر إن جنب تجمعات المية ديت توجد حقول نفط محتملة أو شبه مؤكدة. بالتالي بنتكلم على إمكانات كبرى للمستقبل في مصر. الأسئلة بقى دلوقتي، لأن الباحثة بتقول إنها قدمت 180 صورة رادارية للحكومة المصرية، فالسؤال الأولاني إلى أي مدى هذا الكلام دقيق علميا؟ دكتور فاروق الباز اتكلم قبل كده، دلوقتي باحثة أخرى بتتكلم في نفس الإطار إن الصحراء الغربية بتعوم على مياه جوفية كبرى إنها تصل إلى مستوى نهر، وسمته نهر الكفرة لأنه بينتهي عند الكفرة في ليبيا الشقيقة. اتنين، إذا هذه المعلومات صحيحة أو دقيقة، هل فعلا هي قدمت 180 صورة رادارية للحكومة؟ تلاتة، قدمت لمين في الحكومة وأي حكومة الحالية السابقة قبل سنوات أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك؟ إمتى تم تقديم ذلك؟ بغض النظر هل يمكن بحث هذا الأمر من جديد؟ بنتكلم على باب أمل أسطوري، بنتكلم على مياه ونفط، بنتكلم على ثراء وغذاء. فطبعا مثل هذه الأبحاث لا ينبغي أن يستخف بها، لكن ينبغي مراجعتها إلى أي مدى هي علمية، إلى أي مدى هي دقيقة، إلى أي مدى ممكن تكون هذه الأخبار السارة والعظيمة صحيحة علميا، لأن ده يفتح باب أمل عملاق للدولة المصرية إذ تستقبل هذه الكمية الهائلة من المياه والكمية المحتملة من النفط. نهر الكفرة الباحثة بتقول إن منه خزان المياه الجوفي اللي منه نهر النهر الصناعي العظيم اللي قام به الرئيس القذافي حين كان في السلطة قبل سنوات. ستة حاملة الطائرات التي تقدم 20,000 وجبة يوميا وتسير 20 عاما. حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش موجودة في البحر المتوسط. في دلوقتي توتر بين روسيا وبين أمريكا فيما يخص الحرب في سوريا. أحد الضباط الكبار في حاملة الطائرات جورج بوش اتكلم للإعلام وقال إن الحاملة يقظة وجاهزة لأي توتر مع روسيا أو مع الحكومة السورية، وإن احنا جاهزين لدعم قوات التحالف بقيادة أمريكا لمحاربة داعش ومحاربة التنظيمات اللي موجودة في سوريا. إذا بنتكلم على أكبر حاملة طائرات في العالم. الحاملة جورج بوش هي أكبر حاملة طائرات في العالم على الإطلاق في كل الجيوش. وجودها في البحر المتوسط قطعا بيعمل قلق للمنطقة. قطعا وجودها مش فقط عشان تنظيم داعش، إنما كمان دي تجارب حية إزاي الطيارين يقلعوا وإزاي يرجعوا وإزاي ينفذوا مهام. ودلوقتي الضباط عليها بيقولوا إن حتى التوتر مع روسيا يوضع في الاعتبار يقظة حاملة الطائرات جورج بوش. الحاملة دي دخلت الخدمة سنة 2009،
ل 2018 ل 2017، حوالي 8 سنين. حملت الطائرات جورج بوش على اسم جورج بوش الأب اللي هو كان طيار في الحرب العالمية الثانية. و2009 بحضوره تم تدشين هذه الحاملة وانضمت إلى البحرية الأمريكية. دي حاملة طائرات عملاقة، بنتكلم على طول حاملة الطائرات أكتر من 300 متر، بنتكلم على ارتفاع حاملة الطائرات، دي عمارة عالية جدا، دي عمارة من 20 دور. يعني ارتفاع حاملة الطائرات جورج بوش، هي أكبر حاملة طائرات في العالم، يعادل 20 دور، 20 طابق بناء. هذه الحاملة هي حاملة نووية بتمشي بالطاقة النووية، فاتنين محرك نووي، وبالتالي هذه الحاملة بتمشي وتستمر شغالة 20 سنة متصلة بلا توقف، 20 سنة متواصلة بلا توقف، لأنها تعمل بالطاقة النووية. طب الناس بقى اللي على الحاملة دول قد إيه؟ اللي على الحاملة حوالي 6000 شخص، بتتكلم على سكان مدينة صغيرة أو قرية كبيرة، 6000 شخص بيكونوا موجودين على هذه الحاملة. تشيل قد إيه طيارات؟ حوالي 90 طائرة من طرز مختلفة في لحظة واحدة، يعني ممكن 90 طيارة في وقت واحد على حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة جورج بوش. ولأنها نووية ولأن في محركات نووية، بالتالي في محطة تحليل مياه عليها، يبقى حاملة الطائرات فيها محطة تحليل مياه. هذه المحطة بتوفر حوالي 4000 جالون من المياه يوميا عشان يشرب الناس اللي موجودين دول. في سفينة إمداد جنبها تقدر تخليها مش محتاجة حاجة لمدة 3 شهور كاملة. بتقدم قد إيه؟ أكتر من 18000 وجبة، قرابة 20000 وجبة يوميا. بتتكلم بقى على لوجستيات مذهلة، بتتكلم على 2 محرك نووي، محطة تحليل مياه تعمل 4000 جالون يوميا من المياه العذبة نتيجة تحليل مياه البحر، تقدر تقعد 20 سنة متصلة بلا توقف، 3 شهور بدون أي معدات من الخارج، مطبخها بيقدم 20000 وجبة يوميا، ارتفاعها 20 دور، موجود عليها قرابة 6000 شخص، 90 طيارة من طرز مختلفة في لحظة واحدة موجودة. فبنتكلم على أسطورة حاملات الطائرات. حاملة الطائرات جورج بوش أو جورج بوش الأب موجودة حاليا في البحر المتوسط. الحاملة ديت شركت في الحرب اللي موجودة في سوريا. الحاملة الآن بتهدد إن أي توتر هتبقى يقظة لدعم القوات الأمريكية اللي موجودة في مواجهة القوات الروسية. إذا بنتكلم على توتر عند أعلى مستوى، وبأكبر حاملة موجودة في العالم توجد قرب شواطئ العالم العربي في البحر المتوسط. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.